السلام عليكم ورحمة الله. عبد الحق، قبل عدة سنوات حصل معي أنه بطارية السيارة فضيت. لما فضيت بطارية السيارة، تاني يوم جيت أرفع القزاز تبع السيارة، أرفع وأنزله، وجدت أنه القزاز ما بيطلع وبينزل بالطريقة الأوتوماتيكية، بأنك تضغط على الزر يطلع وبعدين تضغط على الزر وأنه ينزل. لازم أفضل ضاغط على الزر طول الوقت إلى أن يطلع القزاز لفوق وبعدين ينزل مرة تانية لتحت. في هذا الوقت كان السيارة كانت ما زالت تحت الضمان، وديت على الوكالة، قالوا الأمر ما هو تحت الضمان، وعملوا له هو وسموه برمجة. برمجة، برمجة. الشاهد أنه بعد حوالي سنتين ونص كأنه البطارية معيرة، رجعت البطارية خربت مرة تانية وصارت نفس المشكلة، بطل القزاز يطلع وينزل. فدحبشت شوية بالإنترنت، بحبشت دورت إلى ما لقيت الحل، وقلت أشارك معاكم، خاصة أنه من يومين أحد زملائي اتصل فيه وقال لي صارت معه نفس المشكلة، فقلت أشارك الأمر معاكم. بداية، مو كل السيارات أوتوماتيك. لاحظ هذه الأزارير الأمامية للزجاج الأمامي أوتوماتيك، الخلفي ما هو أوتوماتيك، فاللي عليه حرف A أوتوماتيك هذا ما هو أوتوماتيك. فبمعنى آخر، مو كل السيارات أوتوماتيك، لكن السيارات الأوتوماتيك المفروض لما تضغط الزر وتتركه يفضل القزاز نازل، ولما تضغطه وترفعه يفضل القزاز بيترفع إلى آخره. بعد تغيير البطارية الخاصية هذه راحت. الآن هعلمكم كيف تعملوا برمجة للقزاز الأمامي، اليمين واليسار، أو كل القزاز إذا كان كله أوتوماتيك. لاحظ زر القزاز له طقتين، الطقة الأولانية اللي هي ترفع القزاز، وفي طقة تانية، طقتين، واحد اثنين. لما تضبط الخاصية هذه تروح وتفتح سويتش فقط من غير ما تشغل السيارة، تروح على الزر ترفع القزاز وتفضل رافع القزاز إلى الآخر لمدة 10 ثواني بعد ما يوصل لنهايته. بهذه الطريقة البسيطة تكون برمجت القزاز. هذا الأمر يتم في السيارات الأمريكية، اليابانية، الكورية، وبعض الأنواع في السيارات الألمانية. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. في أمان الله، ولا تنسى تسوي شيء طيب اليوم.